برحب بحضراتكم معنا مرة تانية. قبل ما نخش في تفاصيل هذه الفقرة، الحقيقة أنه في هذه الساعات المجلس المصري الفرنسي للأعمال عامل زي ندوة أو مؤتمر أو ملتقى بيحضره رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل ونظيره الفرنسي، وهذا الملتقى أو هذا اللقاء بيحضره عدد من الإعلاميين والصحفيين وما إلى ذلك. أحد رجال الأعمال وقف سأل رئيس الوزراء المصري، بيقول له إحنا مش لاقيين دولار في البنوك، وعايزين نعرف إيه الحل لأزمة عدم وجود الدولار، الدولار مش موجود في البنوك وبالتالي ده بيعطل أعمالنا. فرئيس الوزراء الحقيقة كشف عن بعض التفاصيل، أهمها أو أخطرها بالنسبة لي هو إنه قال إنه في أراضي في مصر بتتباع دلوقتي للمصريين المقيمين في الخارج، وانه في شرط انه المصري اللي مقيم في الخارج ده هو بيشتري الارض هيشتريها بالدولار مش بالجنيه المصري، وانه حصيله هذه الاراضي حينما تباع حوالي 3 مليار دولار. لحد هنا وتمام، مفيش مشكله الحقيقه. انما استكمل رئيس الوزراء وقال انه هناك نيه للاقتراض هذا المبلغ 3 مليار دولار بضمان الأراضي اللي هتتباع للمصريين. يعني أنا النهاردة هقترض 3 مليار مفترضا أنه الأراضي دي اللي قيمتها 3 مليار دولار هتتباع للمصريين وأن المصريين هيقبلوا على هذه الأراضي. ده رقم واحد. رقم اتنين، المصري اللي قاعد بره ده لما يجي يشتري أرض النهاردة بيدفع مقدم وبيقسط الباقي. يعني 3 مليار لو فرضنا أنه الأراضي دي يعني اجتهدت الدولة واتباعت على مدار سنة، فعلى مدار السنة دي مش هيخش لنا 3 مليار، لسه قدامنا فترة أكبر، ممكن بقى يبقى التعاقد ده التقسيط على 3 سنين، على 5 سنين، على 10 سنين، أيا كانت أنواع التسهيلات اللي بتتراوح ما بين هذه المدد في شركات كتير جدا. أعتقد أنه المدد مش هتبعد عن ده لما الحكومة تبيع الأراضي دي للمصريين المقيمين في الخارج. ليه بقول ان الموضوع ده خطر؟ وده اللي لفت انتباهي الحقيقة في القصة كلها، لانه انا النهاردة بقترض بضمان قيمة مادية لسه ما دخلت ليش. يعني بقترض مبلغ مفترضا انه المبلغ ده هيخش لي من قيمة بيع الاراضي للمصريين في الخارج. طب لو المصريين قرروا انهم مش عايزين يشتروا ارض هنعمل ايه؟ انا الحقيقة الموضوع عليه علامات استفهام كتير، ولاني مش خبير اقتصادي مش هفتي قوي، انما أنا حطيت التساؤل ده قدام حضراتكم، والحقيقة في ضرورة ملحة أن يكون معانا خبير اقتصادي أو بعض الخبراء الاقتصاديين سريعا جدا عشان نفهم منهم خلال الأيام اللي جاية كده، نستضيف بعضهم معانا في الاستوديو ونفهم منهم إيه الموضوع ده، وهل الموضوع ده ماشي في الطريق الصح ولا في خلل في هذه الفكرة. نخش في موضوع الدروس الخصوصية. موضوع الدروس الخصوصية الحقيقة ليه بعض المعارضين وليه بعض المؤيدين. المعارضين شايفين انه قصة الدروس الخصوصية دي بتدمر منظومة التعليم وبتدمر التعليم في المدارس، بل وبتقضي على أوتيوم او الدخل اولياء الامور، لانها اصبحت كل يوم بتزداد شراسة وتزداد قيمتها وبتحط اعباء على اولياء الامور اكتر من الاعباء اللي محطوطة عليهم لمصاريف المدارس ومصاريف الاولاد. فدول المعارضين، حتى وانه ما اقر اخيرا من انه في 10 درجات للسلوك والانضباط، البعض بعض المعارضين شايفين انه ده محلش حاجه، لانه ده زاد من التربطات اللي موجوده ما بين المدرس ومدير المدرسه، اللي بيطلب المدرس بيطلب من مدير المدرسه يظبط له الجدول على اساس الدروس الخصوصيه حتى لا تتاثر الدروس الخصوصيه. المؤيدين لهذه المنظومة شايفين انه لا، اصبحت ضرورة ملحة، وانه الطالب اللي موجود في المدرسة النهاردة مش هيعرف يعدي غير لما ياخد درس خصوصي، خصوصا وانهم بيعللوا ده كمان بانه عدد ساعات الدراسة داخل المدرسة لا تكفي حتى يتلقى الطالب كافة التفاصيل اللي موجودة في المنهج وبالتالي يقدر انه ينجح في الامتحان. بالاضافة الى انهم شايفين انه هو ده الحل اللي موجود دلوقتي، يعني مفيش بديل للدروس الخصوصية ان هي تقوي، تبقى زي دروس تقوية كده للطلبة والطالبات، بالاضافة انها السبيل اللي بيدخل دخل للمدرس اللي بيتلقى مبلغ
يعني ما يكفيهوش لمصاريفه خلال الشهر مبلغ كراتب من الحكومة. ما بين مؤيد ومعارض، احنا بنناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا الكرام في هذه الفقرة. الأستاذ أحمد قبيل، معلم وخبير لغة فرنسية، برحب بحضرتك معنا. الأستاذ صلاح الكاشف، معلم وخبير لغة عربية، برحب بحضرتك معنا. والأستاذ كمال أبو ضيف، معلم وخبير لغة إنجليزية، أهلا بحضرتك معنا. والأستاذ محمد باهي، موجه عام رياضيات، أهلا بحضرتك معنا. طيب خلينا نبدأ بس ونعرف وجهة نظر المؤيدين لاستمرار الدروس الخصوصية وإن هي مفيدة للمنظومة التعليمية في مصر. أستاذ أحمد، مش شايف إنه الدروس الخصوصية بقت بتقوم بالدور المفترض إنه أو بتدي الطالب اللي المفترض إن هو يتلقاه داخل المدارس؟ في الحقيقة يعني ما أود أن أقوله لحضراتكم إن الدروس الخصوصية يعني بداية لما أحب أحدد إيه هو مفهوم التعليم. مفهوم التعليم هو إكساب الطالب قدرات وخبرات ومعلومات معينة يقدر يستفيد بيها لشخصيته ويقدر يطبقها، يكون قادر على تطبيقها في الحاضر والمستقبل. طيب المفترض ان انا يعني هعلم الطالب، يعني هديله عملية تعليمية. عندي في مصر لما احب اقسم المنظومة التعليمية في مصر هتتقسم طبعا، يعني قبل اي شيء جدير بالذكر ان انا اقول جميع المؤسسات التعليمية الموجودة في مصر غير قادرة على الأداء التعليمي والتربوي بشكل كامل. العيب فين؟ في قصور. العيب في ضعف الإمكانيات، عيب في ظروف وميزانية وزارة، في ظروف بلد، في حاجات كتير قوي. يعني شايف ان المعلم اللي بيدي درس خصوصي لو ادى نفس اداء درس خصوصي ده في المدرسه، انا لسه حضرتك دلوقتي ما تطرقتش لوضع المعلم اللي بيدي درس خصوصي. طب خلينا نخش في وضع المعلم على طول. احنا كلنا عارفين المنظومه التعليميه فيها خلل. ما هو لازم تعرف في حضرتك الاسباب عشان اقول لك نتيجه، ولا انا اهجم كده على المعلم اللي بيدي درس خصوصيه بدون مشرح واسرد اسباب تفشي؟ انا مش بهجم، انا عايز اسمع من حضرتك الاسباب الداعمه لوجهه نظرك بانه في ضروره لوجود الدروس الخصوصيه. رقم واحد، في تكدس طلابي رهيب في الفصول. طب وكلنا يعني ما اعتقدش ان حد ممكن ينكر هذه الظاهره دي. يعني عدد الطلبه بيتراوح ما بين قد ايه؟ يعني ممكن يوصل لغايه 90 طالب. ده رقم واحد. تمام. فالمدرسه بتلجا او الاداره او الوزاره او ايا كان بيلجا لحته الفترتين، الفتره الصباحيه والفتره المسائيه. طب الفتره الصباحيه هتخلص حوالي الساعه 12، اذا وقت الحصه هيتقلص. يعني الحصه تقريبا هتبقى نص ساعة. طيب نص ساعة المفروض على المدرس ان هو ملتزم بمنهج وخطة منهج، المفروض يشرح في النص ساعة. لطلبة يتراوح عددهم من 60 لـ90، ده بالإضافة للإجراءات الإدارية التي تتم داخل الحصة، ان المدرس بياخد الغياب في دفتر الخمسة سلوك وبياخد الغياب في القائمة بتاعت شؤون الطلاب عشان شؤون الطلاب ترصد غياب الطلبة. المفروض كل مدرس بيأدي القصة دي كل حصة. طيب المفترض ان في انفلات سلوكي داخل الحصة، الطلبة كلهم مش زي بعض، والمفروض على المدرس انه يقوم بعملية الشرح والتفصيل والتطبيق والكتابة. تمام. يبقى السبب الأولاني الشفهي، السبب الأولاني حضرتك بتقوله أنه العدد زيادة في الفصول وبيصعب السيطرة ويصعب تدريس المنهج أو جزء من المنهج في نص ساعة. ده السبب الأولاني. ومفترض أن وكمان الطلبة يعني اللي بيتراوح عددهم من 60 لـ90 مش على قدر واحد من المفهوم والإدراك. صح. والكلام ده. فطبعا دي مشكلة. تمام. السبب الثاني، السبب الثاني رغبة ولي الأمر. رغبة ولي الأمر على يعني في ولي أمر بيودي أولاده مدارس خاصة. حاليا دلوقتي الدروس الخصوصية أصبحت في المدارس الخاصة وفي المدارس الحكومية، على حين أنا بعتبر من وجهة نظري أن المدارس الخاصة يعتبر حاجة شبيهة بالدروس الخصوصية ولكن بشكل منظم شوي أو بشكل رسمي. يعني حضرتك بتقول أن في رغبة من أولياء الأمور طبعا تجاه الدروس ليه الخصوصية. ليه رغبة من أولياء الأمور؟ ممكن ولي الأمر مش فاضي،
عنده التزامات بعيدا عن الاسباب. يبقى تاني سبب حضرتك شايف انه في رغبه لاولياء الامور لاستمرار الدروس الخصوصيه. جميل قوي. رقم ثلاثه. رقم ثلاثه، جميع الطلبه اللي بياخدوا دروس خصوصيه هات لي اوائل الثانويه العامه. يقول لك انا كنت باخد دروس خصوصيه في كل المواد، حقق نتيجه طيبه. خدت بال حضرتك؟ فطبعا ده سمع. الطالب استفاد. الطالب بيذكر بيقول انا استفدت من المدرسه؟ ده هو ما كانش بيروح المدرسه اصلا. والمفروض ان المدرسه كانت تعمل له فصل والكلام ده والاجراءات النظاميه المدرسيه، ما حصلش هذا الكلام. ورغم ذلك دخل الامتحان وتفوق. تفوق من خلال ايه؟ من خلال اعتماده على الدروس الخصوصيه. تمام، هل في اسباب اخرى؟ في كتير. ولا نكتفي بهذا القدر؟ نكتفي بهذا القدر. طيب خلينا نسمع من الاستاذ كمال، ايه رايك استاذ كمال فيما طرحه الاستاذ احمد؟ اولا انا ليا وجهه نظر خالص مختلفه جدا. ان الدروس الخصوصيه ديت اولا بتقتل ابتكار الطالب. المعلم تحول لعبد لولي الامر وعبد للطالب. الطالب تحول دلوقتي، المدرس دلوقتي بيمضي الساعه، اذا كان بيمضي الساعه 8 الا بيمشي 8 قبلها بقى يمشي 7 عشان الدروس الخصوصيه، عشان البرايفت اللي بيشتغل فيه. ثانيا ان في بعض المدرسين المواد زي ما وليكم مثلا ماده الرياضيات فيها كذا فرع، المدرس تحول ان هو الفرع الواحد يديه لوحده برايفت بمبلغ وقدره. يعني شيء مهين جدا جدا ان المدرس تحول لعبد للطالب. ما تيجي تبص للطالب في الكلاس بقى في الفصل، ان الطالب خلاص بقى مستهتر بالمدرس، ما عندوش اي انتماء للحصه طالما هو كده كده بياخد الشغل في البرايفت. تمام. بالنسبه للدروس الخصوصيه اللي في المدارس الخاصه، امشي كام، انا عايز اوسع المدارس تجريب على مستوى المدارس كلها عشان استفاد. اخي الفاضل قال ان في معظم الطلبه اللي في الاوائل الثانويه العامه. لا طب معلش، يعني خلينا بس عشان نبقى منظمين، حضرتك دلوقتي بتتكلم عن وجهه نظرك لمساوئ الدروس الخصوصيه. مساوئ الدروس الخصوصيه قلت واحد بتقتل ابتكار الطلاب. اتنين انها خلت المدرس بقى عبد الولي الامر والطالب. ثلاثه ان الطالب اساسا دلوقتي مستهتر بالمدرس اللي بيديله في الفصل. تمام. الاهم والاخير ان المدرس بيجي ما بيجيش ميعاده، بيزوغ من المدرسه باتفاق بقى مع مدير المدرسه مع كده مع كده، انه عشان يدي البرايفت بره. تمام. طيب خلينا ننقل الاستاذ محمد، عشان عايز اسمع من حضرتك استاذ محمد رايك فيما طرحه الاستاذ احمد عن هو شايف انه دروس خصوصيه ضروره عشان واحد في تكدس داخل الفصول، عدد الطلبة من 60 ل 90، اتنين او في نفس السياق ده بالتالي بيخلي نص ساعة مش كافية للمدرس انه يدي جزء من المنهج. اتنين شايف انه في رغبة من اولياء الامور لانه ولادهم يكونوا بياخدوا دروس خصوصية. رقم ثلاثة بيقول الاوائل كلهم، اوائل الثانوية العامة كلهم بياخدوا دروس خصوصية. سيادتك هنتكلم في ليه انا مش عايز دروس خصوصية. اولا مش عايز تبدي وجهه نظرك على، لا انا مش عايز تدي دروس خصوصيه للاسباب الاتيه. ان دي فئه من المعلمين فقط، زائد من ليس له حرفه دخل عمليه التعليم. مما سبب المجتمع ما عادش فئه متوسطه. يا غني يا فقير، جميع موارد الاسر مستنزفه في جيب هؤلاء. رقم اثنين، انكسرت العملية التعليمية نتيجة الدروس الخصوصية بدأت قبل الدراسة. فازاي المدرس يخش بعد منه يعمل عملية تشويق يسرد اللي عنده؟ الطالب داخل فاهم ده نايم. وللأسف احنا في مصر حدانا مؤسسات تعليمية بلا تعليم. وهم للمواطنين في مصر أن هناك تعليم. لا يوجد تعليم في مصر. نتيجة للتخبط السياسات. طب مش شايف عشان كده ده اللي خلى أن الدروس الخصوصية بقى ضرورة زي ما أستاذ أحمد بيقول؟ ليست الدروس الخصوصية ضرورة لبناء مواطن. هو الدروس إيه؟ ده واحد رايح ياخد درس اطلع خلص، فين بناء الشخصية؟ فين بناء الانتماء الوطني له؟ إذا كنت أنا ما أخدتش حاجي في المدرسة هروح أخده عند مدرس يديني درس خصوصي؟ من الرقيب على هذا المدرس؟ سواء كانت المعلومة إما خطأ أو معلومة صح، من الرقيب؟
طب ومين الرقيب في المدرسة؟ الرقيب موجهينه، لو ايده هو هيدي في المدرسة حصة تقوية عليها اشرافات. لا انا بتكلم على الحصة نفسها بقى، مش حصة تقوية كمان، عليه مودي ومودي عام وعليه وبيتدخل فعلا وبيقول لا في معلومة غلط وبيتدخل وبنقول له لا الحتة دي مفروض مش مظبوطة، مفروض تبقى كذا، دي كذا، دي كذا، ادي دي كذا، في تبادل نقل الخبرات مع المدرس. انت بره مين بنقل لك خبراتك؟ ولا حاجة. قول زي ما انت عايز، الطالب متلقي من طرف واحد. وكسرت جميع المدارس، الطالب مش بروح درس لانه مش هينهض الاثنين. لا هينهض الست دروس اللي بياخدهم ولا هينهض الست دروس اللي في المدرسة. تمام. طيب خليني هتوقف بس عند النقطة دي وانتقل للأستاذ صلاح. أستاذ صلاح، ايه رأيك في وجهات النظر المعارضة لاستمرار فكرة الدروس الخصوصية؟ المصطلح نفسه فيه حديث وتحته خطوط. انا كل ما اراه هو حديث انطباعي. تعودنا ان نتحدث بالعلم او ان نتكلم كلاما علميا لا كلاما انطباعيا، فآفة الرأي الهوى حين يقول استاذ عبيدا للطلاب، فالطبيب عبيد للمرضى، والمحاسب عبيد للبنك، ومن يعمل في قناه فهو عبيد لها، لو مشينا على هذا الاساس. الدروس مع الوضع في الاعتبار انه التشبيه مش جائز، مش عادل قوي. ليه؟ لانه في الاخر الطبيب من وجهه نظر المعارضة او اللي شايفة انه موضوع الدروس الخصوصية دي بقت بتهين المدرس. لا انا لم اكمل الفكرة. وافقدته احترامه. لو حضرتك بتقول انه كده معناها ان الطبيب عبد للمريض وبتشبهها بحاجات تانية، ففي الاخر الطبيب ما فقدش الاحترام، يعني الموضوع مختلف، فما نقدرش نشبه. انا عايز اقول لحضرتك شيء، ان مسألة التعليم نفسها هي منتج. انا مش هتكلم في كلام انطباعي او عاطفي. انا بتكلم على الكواليتي، جودة منتج معين. ما الذي يفرق دولة عن دولة؟ جودة المنتج. جودة المنتج. التعليم يا سادة هو اعلى مستوى دخل مادي يدخل لهذا الوطن من خلال التعليم. حضرتك عائدات المصريين العاملين بالخارج تعتبر ركن مهم اقتصاديا في هذه البلد. حضرتك كنت بتكلم في مقدمة اقتصادية. التعليم هو عمود الاقتصاد. حضرتك اللي بيبعت لك دولارات داخل مصر دول من الخارج، اللي حضرتك بتقترض على اساسه 3 مليار، مين اللي منتج هذا الرجل؟ مين اللي منتج المصري العامل في الخارج؟ اليست المدارس؟ اذا النظره للتعليم نفسها لابد ان تكون نظره لمنتج، وهذا المنتج لابد ان ننظر له نظره علميه. طيب بس انت قلت اللي موجود بره ده هو منتج ايه؟ هو منتج هنا المدارس. منتج الدروس الخصوصيه. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، التعليم في الأصل هو عملية خاصة. التعليم في الأصل هو عملية خاصة. حضرتك الرئيس الأمريكي رونالد ريغان لما حصل أن الطلاب الأمريكيين تأخروا في مادة الرياضيات قال إيه؟ قال أمة في خطر، أمة في خطر. كيف استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية كنموذج أن تتخطى هذه المشكلة؟ عمل دروس خصوصية؟ نعم، عمل دروس خصوصية برا المدرسة؟ في مراكز؟ برا المدرسة في مراكز؟ لا مش في مراكز بقى، هو المراكز عندنا ده نظام إيه؟ نقلا لنظام بأسلوب غير علمي. هناك بدأوا من هذا النظام، نظام مراكز متخصصة مش هتاخد كل الطلبة لأنه ما يقدرش يعمل طفرة بكل الطلاب. هذا الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية، في ماليزيا، في إسبانيا. بذكرك الولايات المتحدة الأمريكية، في دروس تقوية ممكن تكون للطلبة داخل المدرسة. طب أنا هسأل حضرتك سؤال، ما رأيك في الدكتور تحسين؟ لا ما حضرتك سؤال بسيط. ما تسألنيش عن آرائي فيه. أنا مش بتكلم يعني الدكتور طه حسين تفتكر هيكون رأي عنه لا إيه؟ أنا بتكلم عن عالم من الأعلام. تمام ماشي. الدكتور طه حسين لو تناولنا كتاباته الخاصة في كتاب الأيام هنجد الدكتور طه حسين بيتكلم أن 80% من كل ما تلقاه في فرنسا كان دروسا خصوصية، وأن أعباء الدروس الخصوصية كانت يعني ثقيلة جدا. العالم كله التعليم فيه سلعة مكلفة لأنها منتج متميز. سلعة مكلفة لأنها منتج متميز. الطالب برا في ألمانيا، في إنجلترا، في كل البلد اللي احنا قضينا عمرا في الاطلاع على هذه التجارب وإيه اللي يناسبنا وإيه اللي ما يناسبناش. التعليم في الأصل هو تعليم خاص. أنا بسأل سؤال بسيط، ما الذي يدفع الطالب للإقبال على معلم ولا يقبل على معلم آخر؟
المسألة لابد أن تناقش. لماذا؟ بسبب بسيط جدا، هي قدرات ومهارات بيكتسبها معلم، هذه القدرات والمهارات قادرة على إقناع الطالب إن هذا المعلم يستطيع أن يفيده. مسألة إن الدروس الخصوصية يا سيدي العزيز ويا أستاذي الفاضل أنها لا تنمي شخصية المعلم الذي لا يستطيع أن يبث فكرا وأيديولوجيات وفهما للطالب سواء في درس خصوصي أو داخل فصل أو داخل مدرسة أو داخل قاعة، هو ليس معلم. هناك فرق بين ملقن طيب عشان كده أستاذ محمد قال لحضرتك إيه؟ في فرق بين ملقن ومعلم. عشان كده أستاذ محمد قال لحضرتك إيه؟ إن المدرس في المدرسة، أنا مش عايز بس أبان إن أنا متحيز لوجهة نظر، بس أنا بكمل أو برد بالأستاذ محمد قاله، إنه المدرس في المدرسة عليه رقيب، إنما المدرس ما حصلش. وأنا أعترض على هذا الكلام جملة وتفصيلا. تعرف حضرتك إن نسبة كبيرة جدا ممن يتجه إلى الأعمال الإدارية في التربية والتعليم، ماشي، نسبة كبيرة جدا بتتجه للأعمال الإدارية في التربية والتعليم بعدا عن تعب الوقوف على السبورة. بالنص كده كثير يهرب من المدارس لأعمال إدارية لأن الجهد في الوقوف على السبورة جهد قاتل ومضني. وحضرتك بتقول ان مفيش رقابة في المدارس. لا، انا الرقابة في المدارس ماشي، مسألة التوجيه زي ما كان بيحصل من 20 سنة في رقابة في المدارس ولا لا؟ لا، يعني تتفاوت. كيف تكون الرقابة في المدارس؟ تتفاوت ان في فروق فنية. ثم ان ايه الرقابة؟ طيب هل الرقابة هي ورق؟ هل الرقابة ان المواجهة يدخل يقول لك التاريخ مش مكتوب؟ ما انا اقول لك انت بتزوغ ماشي عشان مش عليك رقيب وتروح تدفع. لحضرتك اتهمتني اتهام ان انا بزوغ. لا لا لا، هذا اتهام بالغيب. حضرتك هذا اتهام بالغيب. لا مش انت كانت، لا حضرتك وجهت الضمير انت. الضمير انت يحتمل توجيه مباشر. لو سمحت يا سيد الفاضل، لو سمحت الصلاح بس لغه عربيه بس اوضح لحضرتك، اوضح لحضرتك نقطه. هناك معلم ومعلم اول ومعلم اول مشرف وموجه وموجه اول وموجه عام لمتابعه المدرس داخل الفصل. كيف بس هقول لحضرتك حاجه برضه، بالاضافه الى تبادل الخبرات عشان نكون في حجرة المادة. عشان نكون منصفين، هذا الكلام يجوز أن يكون موضوعا للإنشاء أو التعبير. لا، أما للواقع فهذا أمر غير جائز. يقعد معاك عشان يتفق معاك أنك تعمله باص لطالب في البريف الخاص. أنا مش يا أستاذي أقسم لك بالله، لا يكسب المعلم مهارات التدريس لا يكسب المعلم مهارات التدريس إلا الدروس الخصوصية. وهوريك بدون تبادل خبرات يا أستاذي العزيز، خبراتك أنت بتكتسبها. أنت حضرتك معتقد أن الخبرة إن أتكلم مع شخص، حضرتك معتقد أن ده حضرتك، أنا ممكن أتكلم معك من خلال النت وممكن أطلع على اللي أنت كاتبه من خلال الميثودز الحديثة. أنا مش محتاج النهاردة أقعد معك في البيت عشان أكتسب منك خبرات، أو أقعد معك في أوضة عشان أكتسب منك خبرات. الإكسبيرينس دي كلها أنا ممكن أكتسبها وأنا قاعد ضغطة زر. العالم تغير، العالم ان انت ما عندكش وقت بعد الحصه. لا يا استاذ، مين قال؟ مين قال ان ما عندكش وقت بعد الحصه؟ مين قال؟ حضرتك بتقول ان انا اكتسب الخبره من الاكسبيرينس والنت والمواقع السوشيال ميديا، مش دي اساسا بتعمل بتقتل في الابتكار عندي؟ انا عندي، انا كطالب يبقى عندي انغلاق على نفسي وانا داخل جوه الغرفه. طيب انا عايز افهم كل عصر لغه يا استاذ. هذه لغه العصر. من لازم يريد اسمعوني بس اتوقف لحظه جميعا. لا ثواني بس، ثواني جميعا، نقطه نظام عشان يحق للجمهور برضو ان هو يشارك معانا. فحضراتكم كل واحد يتنفس الصعداء كده ونسمع من المواطنين. معانا مين معانا يا جماعه؟ اول واحد ربيع محمود من المنيا. استاذ ربيع مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ارجوك اسمعنا من التليفون ووطي التلفزيون. مساء الخير، ازي الصحه؟ اهلا بيك يا فندم، اتفضل. مع الدروس الخصوصيه ولا ضد؟ ماشي معاك. اولا انا مدير مدرسه. مدير مدرسه؟ اهلا بيك. انا مدير مدرسه واصلا تخصصي رياضيات. تمام. وانا يعني شايف ان الدروس الخصوصيه مضيعه للوقت، وزي ما بيقول الاستاذ ان في الفصل 90، ما فيش 90 طالب في الفصل ابدا، كثافه الفصول 40 45 بالكثير خالص يعني. طب وانا عندي فصل كثافته 73 طالب، ثالثه اول علمي رياضيات، كثافته 73 طالب يا استاذ. الامر الثاني ان عشان الطالب يطلع يدي درس، ياخد درس بره، بيضيع ساعة قبل وساعة بعد. تمام. هل في حاجة تانية حضرتك عايز تضيفها؟ الحاجة التانية، ازاي الطالب ياخد درس حصتين ساعتين في الاسبوع
مقابل 6 حصص اسبوعيا في المدرسه. رياضيات بس. وكيف هل كل المواد 6 حصص اسبوعيا؟ نتكلم عن الرياضيات على تخصصه، خلي بالك، وقدراته في حصتين هو بيعبي فيهم، بيعبي فيه معلومات. لما بيروح يحطهم في الامتحان ينساهم تاني يوم بالظبط. تمام. طيب بشكرك شكرا جزيلا استاذ ربيع من المنيا، هو مدير احد او احدى المدارس. معانا الاستاذه فاطمه من القاهره. مدام فاطمه مساء الخير. الو، اهلا بيك يا فندم، اتفضلي. مع الدروس الخصوصيه ولا ضد؟ انا اختي في ثانويه عامه، والمفروض ان هي تاخد دروس طبعا كالعاده، يعني هي اصلا كانت في مدرسه خاصه قبل كده، ودلوقتي في السنه بتاعه ثانويه عامه دي حولناها لمدرسه حكومه. اللي حصل في المدرسه الخاصه ان المفروض ان بيحصل متابعه عاديه، مش يعني بتاخد دروس وحصص عاديه. تمام. زمايلها كلهم راحوا المدرسه، المدرسه نفسها طردتهم. المدرسه نفسها، المدرسه طردت الطلاب وقالت لهم انتوا ايه اللي جابكم في يوم دراسه عادي؟ المدرسين بتوع السناتر معتمدين على ان المدارس الخاصه او 3/4 اللي عندهم مدارس خاصه فبياخدوا الدروس الصبح عادي جدا، وهي مدرسه حكومه فما بتقدرش تاخد معاهم. واي رد مدرس طبيعي بتاعها يقول لها ده اسمي وسمعتي، عايزه تيجي اهلا وسهلا، مش عايزه تيجي ده شيء يخصك. فهو كده حصل تشتيت ما بين الدروس الخصوصيه وما بين المدرسه. طيب يعني وجهه نظرك، انت مع الدروس الخصوصيه ولا ضدها؟ نعم. انت مع الدروس الخصوصيه ولا ضدها؟ ضد النظام اللي ماشي بيها. ضد النظام اللي ماشي بيها، يعني انت مع وجودها بس بعمليه منظمه. بالظبط كده. تمام، بشكرك مدام فاطمه. معانا الاستاذ ابراهيم من الشرقيه. استاذ ابراهيم مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك، اتفضل. مع ولا ضد؟ اهلا اضيفك، وبعد اذن حضرتك اديني الفرصه علشان اوري لك الخريطه التعليميه على مستوى الجمهوريه. اتفضل. بص حضرتك، اولا سياده الوزير هل يعلم ان الماده 19 في الدستور بتنص على ان التعليم الزامي من المرحله الابتدائيه الى المرحله الثانويه، وسيادته منزل 7 درجات للحضور نسبه 85%، لابد الطالب يكون موجود في المدرسه. هل يستطيع ان يفصل الوزير الطالب من المدرسه وهذا يتناقض مع الدستور؟ هل سياده الوزير ما خدش باله من الدستور في الماده 19 بتقول ان التعليم الزامي من الابتدائي حتى المرحله الثانويه؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، يعني حضرتك بتقول ان التعليم الزامي طبقا للدستور، لو طالب ما بيروحش النهارده ف خسر هذه الدرجات، فين المشكله؟ انا مش فاهم. تمام. حضرتك في اليات ثانيه تفرض على ولي الامر الزام الطالب ان يحضر المدرسه، ولكن الوزاره عملت انتشار للدروس الخصوصيه وليس تقليل للدروس الخصوصيه. ازاي اسمح للطالب يجي لي الساعه 8 ومش في الساعه 12 4 ساعات؟ في اي دوله في العالم في منظومه او في سيستم لليوم الدراسي؟ اولا هو الانشطه، الطالب مفيش انشطه، مع العلم بان الانشطه دي مهمه جدا لتفريق. طيب يا استاذ ابراهيم، انا لازم اقطعك بس عشان انت بتتكلم على المنظومه التعليميه بصفه عامه، واحنا كل الحاضرين ما بين مؤيد ومعارض للدروس الخصوصيه عارف ان المنظومه التعليميه فيها خلل. حضرتك مؤيد للدروس الخصوصيه ولا معارض ليها؟ حضرتك انا معارض للدروس الخصوصيه بس بشروط. تمام. انا بقول لسيادتك انا معارض للدروس الخصوصيه ولكن بشروط. سيادتك ايه اللي خلى الطالب اللي هو ياخد دروس خصوصيه؟ اولا فكره ان الطالب او 80 طالب جوه الفصل، تمام، في اكتر منه 160 في المجموعات الخاصه. اذا دي السبب، ده مفروغ منه. ازاي ان انا اسمح لمدرس جوه سنتر، واخد بالك، يشتغل عن طريق الراس؟ هل هذا تعليم اساسا مرخصه؟ هل ده ينفع تعليم في مصر؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، ولي الامر هو اللي بيتكلم على المدرسين، والمدرسين مش بيروحوا له، هو اللي بيروح للمدرسين علشان يدوا اولاده، لانه ما عندوش ثقه في المدارس. فقد الثقه في المدرسه. تمام. بس حضرتك الحاجه الثانيه، حضرتك المناهج التعليميه ادت الى زياده الدروس الخصوصيه. تمام. ازاي ان الوزاره تقول لي ان انا بعد الساعه 12 انا هعمل دروس خصوصيه؟ طب تمام. انت يا وزاره دلوقتي انت بتقنني الدروس الخصوصيه وبتقولي وبتقر بالفعل وتعترفي بالدروس الخصوصيه. تمام، وصلت وجهه نظرك يا استاذ ابراهيم، بشكرك شكرا جزيلا. معانا استاذ محمد ايضا من الشرقيه، اهلا بيك يا استاذ محمد، اتفضل. مع ولا ضد الدروس الخصوصيه؟
استاذ محمد. طيب واضح انه فقدنا الاتصال بالاستاذ محمد. يا ريت حضراتكم تتواصلوا معنا برضو عشان تشاركوا معنا في هذه الفقره، تقولوا لنا حضراتكم مع ولا ضد. استاذ محمد حضرتك كنت بتقول حاجه بس وقت ما فضيت الاشتباك. هل السنتر اللي بدي دروس تعليميه له ترخيص؟ حضراتكم هل المحاضر هي احيانا انا بستاذن لسبب، هل المحاضر لان ما زلنا بعيد عن لب العمليه التعليميه، هل المحاضر نتحدث عن اوراق ابدا كده دخلنا في عبد. يا سيد الفاضل بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك، هناك بعض السناتر بيترخص سناتر جامع سنتر بس عشان جامع التكسير. نعم بالنسبه لنا استاذ صلاح جامع التكسير اللغه العربيه. لا 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 في اللغه العربيه كل ما يستخدم. لا مش في درس اللغه العربيه دلوقتي. اتفضل يا معالي الباشا، لو قلت لي كيف تحارب الدروس الخصوصيه هم اول ناس هيحاربوا الدروس الخصوصيه. طيب. بالاقتراح اللي انا هقوله. طيب قبل ما تقول بس الاقتراحات العلميه جلال. قبل ما تقول الاقتراح استاذ احمد كان بيتكلم. اتفضل. بقول هناك بعض السناتر بترخص لاقامه دورات للكمبيوتر واللغات، ولكن بتستخدم بعد كده استخدام للدروس الخصوصيه. الله ينور عليك. تمام كده. المشكله مش في كده، انا بتكلم دلوقتي على مضمون الدرس الخصوصي ده بيفيد الطالب ولا بيضر الطالب. حضرتك قلت تفضلت وقلت تقتل الابتكار للطالب. أنا حضرتك ايا كان انتوا الاثنين بتجسدوا فكره واحده على اساس مشكله. ايوه انا عايز افهم دلوقتي، في منهج عندي، المنهج ده بيتشرح مع مدرس خارج المدرسه ايا كان بالشكل اللائق بيه وبيفيد الطالب. على حضرتك على مستوى المنهج. افترض دلوقتي هل الطالب ده داخل المدرسه بياخد منهج تاني ولا هو بياخد نفس المنهج؟ لا على مستوى حضرتك مدرس لغه. لا وتعلم. انا عايز افهم دلوقتي لما الطالب ياخد درس خصوصي بره هيقتل الابتكار حضرتك مدرس ازاي داخل المدرسه؟ هل انت نميت ولاءه للبلد اول ما دخل المدرسه كان في انا مش بتكلم على ولاء دلوقتي يا سيدنا العزيز. انا بتكلم على حضرتك ابتكار، بتكلم على طب اسمع بس الراجل اللي قال الفكره. ما دام حضراتكم بس بتصمموا على الاشتباك انا هفض مره ثانيه ببعض المداخلات. معانا استاذ صبري. طيب لحظه بس، استاذ صبري من الدقهليه اتفضل. استاذ صبري مساء الخير، مع ولا ضد؟ اسمعنا من التليفون ارجوك وطي التلفزيون. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام، اتفضل يا فندم. مع ولا ضد؟ ماشي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع ولا ضد؟ مساء الخير على كل ضيوفك المحترمين. الله يخليك. انا مدرس رياضيات دفعه 86 معارض بقوه دروس خصوصيه. الله اكبر. ليه يا استاذ صبري؟ معارض بقوه دروس خصوصيه ومؤيد جدا للاستاذ احمد الاولاني الاستاذ لغه عربيه الفاضل، كلام محترم جدا وكلام مكنن. استاذ احمد لغه انجليزيه لغه فرنسيه غير واقعي بالمره. على مدار 30 سنه خبره ما شفتش مزايرات ليا في الفصل، اربع مدربين اربع موجهين على مستوى 30 سنه خبره. صح. على مدار 30 سنه خدمه ايه؟ صح. خبره. خبره ايه اللي حصل؟ ما شفتش موجهين يجوا للفصل داخل الفصل فعلا ناقش ماده تعليميه نهائي. تمام. بيجي للفصل حضرتك عاوز يشوف الغياب، يشوف التاريخ، موضوع غير موضوعي. بقول له ما قعدتش مع قطك واتناقشت مع مدرسين في المدرسه؟ لا يشوف ماده معلومه صحيحه او غير صحيحه. استاذ محمد عنده سؤال ليك بس. استاذ محمد عنده سؤال ليك يا استاذ صبري. ثانيه يا صبري. استاذ صبري استاذ صبري نعم. ما قعدتش مع مدرسينك في حجره الرياضيات وتناولت حل نماذج او شرحت فكرت في حل مساله فيها مشكله؟ اتفضل. حصل قعدتوا حصل ولا ما حصلش؟ اتفضل يا فندم. المدرسين كلهم اكفاء وعلى درجه عاليه. حضرتك أيوة. بتتكلم في داخل كان في تبادل خبرات بينك وبين المدرسين ولا مفيش؟ اكفاء بس يا استاذ صبري عشان اكفاء يعني عمر. كان في بينك تبادل خبرات مع مدرسين ولا لا؟ في موجود داخل المدرسه اجتماعات عاديه، لكن داخل الفصل فين حضرتك؟ مفيش متابعه. يبقى ده تقصير. ده تقصير في المتابعه الداخليه عندك. تقصير في المتابعة عندك. انا هرد على حضرتك بالنسبه للنقطه دي. طيب بشكرك جدا. بشكرك يا استاذ صبري. محاور الاستاذ اللغه العربيه كان طيب. كلام منطقي جدا وواقعي جدا. تمام شكرا ليك يا استاذ صبري. معانا استاذ محمد من الشرقيه. اهلا بيك يا استاذ محمد، مع ولا ضد؟ استاذ محمد. استاذ محمد برضه. محمد برضه استاذ محمد. في حاجه في الشرقيه ولا ايه؟ كان معانا استاذ ابراهيم والمداخله كانت زي الفل. طيب معانا استاذ صلاح من القاهره. استاذ صلاح مع ولا ضد؟
لا انا مع دروس الخصوصيه. مع دروس خصوصيه ليه بقى؟ ايوه ليه دلوقتي؟ هل قدرات الطلبه كلهم زي بعض بالنسبه في الفصل بيستوى من المدرس كل اللي بيقوله؟ نفس القصه. لا في البرايفت. طيب يستكمل هذا الاستيعاب فين؟ في البرايفت يروح منه، ولا يشوف واحد عنده منتج زي الاستاذ صلاح ما بيقول، منتج جيد بيعرف يوصل معلومه للطالب يروح له علشان يكمل له هذه المعلومه. طب ايه رايك لو في دروس تقويه في المدرسه فتبقى تحت الرقابه من نفس المدرس برضه اللي انا ما فهمتش منه؟ اروح نعم؟ برضه في فصل من نفس المدرس اللي انا ما قدرتش استوعب منه الدرس، اروح له برضه في المدرسه؟ مش مفروض عليه دروس التقويه؟ مفروض. مش مفروضه. هنشوف دروس التقويه. اختار اي مدرس معلم. أيوة. داخل المدرسه تاجر داخل مدرس. المدرسه ويدي دروس خصوصيه بس فيها مشكله. تمام. ايه المشكله؟ ان المدرس مش بياخد اجر الا بعد 4 شهور. طيب رايك يا استاذ صلاح؟ رايي ان انا ما بختارش المدرس لان في بيبقى ماده واثنين وثلاثه. لو انا اخترت المدرس بتاع الماده اللي انا شايفه انه ممكن يديها لي في نفس الوقت اللي انا بكون باخد فيه ماده ثانيه في المدرسه. دي مشكله. انا بختار المدرس، انا الاختياري، انا ولي الامر بختار المدرس اللي انا شايفه انه بيقدر يوصل المعلومه لابني او بنتي. واخد بال حضرتك؟ فانا اللي بروح له، هو ما بيفرضش عليا ان انا اروح له زي ما الاستاذ الثاني بيقول ان بيبقى المدرس عبد لولي الامر. لا بالعكس، ده سيدي وتجراسي، لان انا اللي عايزه وانا اللي بروح له بقول له من فضلك ادي لابني او بنتي الدرس. تمام، وصلت وجهه نظرك يا استاذ صلاح، بشكرك شكرا جزيلا. معانا من القاهره نغم. نغم؟ ايوه. مساء الخير. مساء النور. نغم صح؟ ايوه. طيب تمام، اهلا بيك يا نغم. اهلا بحضرتك. انت طالبه؟ اه انا طالبه. مع الدروس الخصوصيه ولا ضد؟ انا الصراحه مع حتى حل المشكله، لانه حضرتك في مشكله انتوا مش قادرين تدركوها. انا بتكلم على الواقع ان انا اصلا طالبه. حضرتك احنا المشكله عندنا انه فعليا الناس اللي بره للاسف بتوصل معلومه اكتر بكتير من الناس اللي في المدرسه. الناس اللي في المدرسه ما بتقدرش توصل معلومه زي الناس اللي بره. تمام. لانه بيبقى فعلا اعتمادهم على الدروس الخصوصيه. دي حقيقه. مفهوم. فحضرتك دي المشكله، ده اولا. فانت مع الدروس الخصوصيه. يعني ماسكين في مشكله مش هي الاساسيه، المشكله الاساسيه في انه الاساس نفسه الناس اللي في المدرسه، مش المشكله في الدروس. ان مفيش مشكله في الدروس لحد ما يعني لو مش فعلا بتوصل لنا المعلومه وفعلا بننجح وفعلا بنجيب مجاميع عاليه يبقى فعلا كان يبقى في مشكله. بس حضرتك مفيش مشكله بره. المشكله للاسف من جوه. تمام تمام، وصلت وجهه نظرك يا نغم، بشكرك شكرا جزيلا. معانا مدام ساميه من القاهره. مساء الخير يا مدام ساميه، اهلا بحضرتك. مع ولا ضد؟ مساء النور يا استاذ رامي. انا ضد الدروس الخصوصيه طبعا. ضدها ليه؟ هقول لحضرتك ليه. انا في مدرسه تجريبي اسمها السيده عائشه في شبرا. تمام. اوكي. عندنا مدرس لغه انجليزيه بيخش الفصل حضرتك من اول يوم في المدرسه، لو موجهه الانجليش دخلت تبص في تشاكيل الاولاد، المدرس ما شرحش حاجه، كل اللي دخل عمله اكسرسايز للاولاد. جرامر يونت بحاله اداه في اول يوم من الدراسه. ده عشان ايه؟ عشان عايز ايه؟ عشان عايز يلم دروس من الطلبه اللي في الفصل. انا فين الشرح اللي اداه للطلبه؟ ما اداش شرح. عايزه موجهه انجلش تخش فصل سنه ثالثه في مدرسه السيده عائشه. تمام، بلغ حضرتك وصل يعني لغايه دلوقتي. يعني بشكرك شكرا جزيلا مدام ساميه من القاهره. لا ما خليني يعني انا بس بناء على خبر. طيب قبل ما اقول المعلومه، معانا استاذ علاء من الغربيه. تمام استاذ علاء، مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. اهلا بيك يا فندم. مع ولا ضد الدروس الخصوصيه؟ لا انا بديها بس انا ضد. ضد؟ ممكن هو بديها بس بتديها. بتدي دروس خصوصيه بس ضدها. انا ضد. انا ضد. بس ممكن تسمح لي حضرتك يا استاذ رامي بدقيقه واحده؟ اتفضل استاذ علاء. اتفضل يا فندم. بص يا استاذ رامي، احنا عندنا حكومه بتدعي انها بتدي مرتبات لمعلمين بيدعوا انهم بيعلموا، لطلبه بيدعوا انهم بيتعلموا، كله تظاهر. كلها ادعاءات ظاهره. وشكل، احنا بنبحث على الشكل دون المضمون. حضرتك عايز تدعي الدروس الخصوصيه لازم 3 خطوات ورا بعض. اولا لازم تعطي المعلم مرتب لحياه كريمه. صح. تكفيه عن ان هو يبص للتلميذ واللي في ايد ولي الامر.
وخلي المعلم هنا حر على المعلم والطالب وولي الامر. تجريم تام تبقى جريمه يعاقب عليها القانون. لا يوجد تعليم مجاني ابدا في العالم الا في مرحله التعليم الاساسي. صح. لازم ولي الامر يشارك في تعليم اولاده. كل على قدر استطاعته بحيث ان القادر يدفع حسب دخله والمتوسط يدفع حسب دخله وغير القادر يعفى بكل احترام وبدون ما نظهر انه غير قادر. مع مناهج لازم تبقى عمليه وتناسب السوق المصري. ثلاثه اربعه لابد ان المدرسه تكون هي الاصل، بمعنى ان المدرسه يوجه اليها اهتمام الدوله كامله، ما يبقاش عندنا مناظر وبس، ما يبقاش عندنا مدير اهم حاجه عنده مال. صح. للاسف فقدنا الاتصال معانا، هنتناقش فاضل مداخلتين الراجل اتكلم عن النقاش هنا. هو هتقول محمد بقى تمام عن استاذ محمد بس من القاهره مش من الشرقيه. ازاي يا محمد؟ مساء الخير، اهلا بيك. مع ولا ضد الدروس الخصوصيه؟ طيب فقدنا الاتصال مع في حاجه في طيب استاذه جيهان في محمد استاذه جيهان من القاهره، مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذ رامي، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. مع ولا ضد يا مدام جيهان؟ إيه انا هرد على حضرتك في موضوع الدروس الخصوصيه، بس ممكن قبل ما ارد اقول لحضرتك على نقطه بس صغيره في موضوع الحضور والغياب للثانويه العامه. إيه هو طبعا وزير التربيه والتعليم اصدر قرار بالنسبه للحضور الثانويه العامه وتطبيق العشر درجات. والحقيقه للاسف احنا بنعاني معاناه غريبه جدا مع المدرسه في الموضوع ده. البنات بيحضروا وبيروحوا من الصبح لغايه اخر اليوم الدراسي، وبنتفاجئ في اخر اليوم ان البنات بتتكتب غياب. ورحنا اشتكينا في المدرسه واعترضنا على الموضوع، واحنا بنودي البنات بنفسنا وبنجيبهم بنفسنا، يعني ما فيش اي مجال ان البنت ممكن يعني بيروحوا يحضروا وبيتكتبوا في الاخر غياب. ايوه، وقابلنا المديره المسؤوله وقالت هنشوف المشكله ايه. وفي نفس اليوم اللي انا رحت اشتكيت فيه اتفاجئت ان انا برضو بعد ما رجعت البيت بشوف الغياب بتاع البنت على الموقع، لقيتها في نفس اليوم مكتوبه برضو غياب. بس حضرتك متاكده مليون في المية ان هي بتحضر الحصص كلها؟ ايوه يا فندم بتحضر الحصص كلها. تفتكري ليه بتكتب غياب؟ مش بتاخد درس خصوصي مع المدرسه او المدرس بتوع الحصه دي؟ انا عايزه اسال وزير التربيه والتعليم، انت حاطط لنا قرار، ايه اللي يضمنني ان القرار ده هيتنفذ صح؟ البنات دلوقتي بيكتبوا غياب رغم ان هم حاضرين. يعني انا دلوقتي انا لسه في ثاني اسبوع او في ثالث اسبوع ماكسيمم، والبنات في اللي مكتوب اسبوع غياب، خمس ايام غياب، ست ايام غياب. امال لما نبقى ثلاث اربع شهور البنات يوصلوا كام يوم غياب وهم اوريدي بيحضروا؟ ايه اللي يضمن لي ان المنظومه دي تتحط مظبوط؟ اما اجي اقدر الدرجات بتاعه الحضور والغياب، ايه اللي يضمن لي ان الموضوع ما يبقاش فيه؟ طيب وصلت وجهه نظرك في النقطه دي، في نقطه الدروس الخصوصيه، معاها ولا ضدها؟ لا طبعا انا معاها جدا، لان احنا يعني عانينا جدا. انا عايزه اقول لحضرتك ان من اول يوم البنت حضرت، المدرس والمدرسه دخلوا دخلوا بيراجعوا للبنات ايه اللي هم اخدوه قبل الدراسه ما تبتدي في البرايف. يعني المدرس او المدرسه ما كلفش نفسه خطوه خالص ان هو يقعد يشرح، ده هو داخل بيراجع البنات عارفين ايه. فاحنا بنهزر، يعني احنا قبل ما نفكر نعمل المنظومه يا جماعه نعدل من تحت مش من الثانويه العامه. يعني انا افكر اعدل من الكي جي من الابتدائي، انما المنظومه من فوق، المنظومه يا جماعه بايظه. المنظومه ما تنفعش. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا مدام جيهان من القاهره. استاذ محمد بس عايز اقول لحضرتك حاجه على موضوع المتابعين، عشان كده استاذ صلاح بيقول لحضرتك ده كلام انشائي. لا لا لا، ما احنا النهارده لسه بنتكلم على ان وزير التربيه والتعليم في المنيا راح مدرسه لقى ان في 82 معلم غايبين ما بيروحوش. فين بقى حضرتك المتابعين؟ لا لا بيروحوا فين؟ في القانون. هل حرام ان المدرس يغيب؟ لما بيروحوا فين؟ مش في متابع في المدرسه؟ هل حرام ان المدرس يغيب؟ طب وان غاب؟ ليه جالي قانون كان فين؟ كان في الدرس الخصوصي. طيب بعيدا عن انه في الدرس الخصوصي، ما حضراتكم بتروحوا لنقطه ثانيه. انا بسال على نقطه رئيسيه دلوقتي. مش في متابعين في المدرسه؟ مش في كل يوم. هي المدرسه لها كل يوم متابعين؟ طيب مش كل يوم. في خطه. صح؟
وقع زي اللي مدام جيهان قالتها دي اللي هي بنتها بتروح المدرسه وبتكتب غياب. لا ربما ما حضرتش من بدايه اليوم. مع احترامي للزميله اللي هنا بنحط افتراضات. انا سالتها ضامنه ان هي حضرت كل الحصص قالت ما انا مش انا ضامن ان بنتها هتكون موجوده. احنا عايزين نتكلم كلام عاطفي ولا نتكلم كلام واقعي؟ واقعي بشويه عاطفي. واقعي الشعارات لا تبني امم. ما مش يعني حته هنمي الانتماء. لا مش حته تك تك تك. طيب هنمي الانتماء، هل الانتماء هيتنمى باغنيه؟ لا مش يعني انت كسرت يعني مجتمع كسرت مجتمع بالدروس الخصوصيه. بلاش الكلام الكبير يا استاذ محمد. لا لا يا استاذ بلاش الكلام الضخم يعني بالبرايفت وتاخد يعني فلوس. انا عايز يعني اقعد انا اقول لك دلوقتي وقبر حرب بمكان دخل الاسره كام؟ قبر حرب من قبر مش هتفهم دخل الاسره كام؟ بلاش الكلام الكبير حضرتك معالي الباشا. طيب دخل الاسره كام؟ الطبيعي انك تستمع الي هياخدوا ست مواد يا استاذ. طب دخل المدرس قد ايه عشان يتجنب موضوع ان هو يدي الدروس؟ لما نتكلم في الاصلاح ممكن تنتظر دقيقه استاذ صلاح. لما نتكلم في اصلاح الدروس الخصوصيه هنقول ده دي فرصه. سيب له الطلعه دي. اتفضل يا استاذ. اتكلم في نقطتين يا حضرات بعد اذنكم. لما نتكلم في ازاي نحارب الدروس الخصوصيه هنجيب سيره المدرس. هو انت بتحارب فيروس؟ لحظه يا استاذ. ده فيروس حضرتك معتقد ده فيروس كده لان هتكون عجزت انك تعمله. لا 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 فيروس ماشي فيروس بحضرتك. لا 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 لا, لا. انا عايز اقول لحضرتك حضرتك حاجه. هارون الرشيد ربى ابنائه ربى ابنائه على تعليم خاص. حضرتك موظف في مدرسه. الكسائي ما كانش عبد عند هارون الرشيد. سيادة. كان ابنائه الامين والمامون بيحملوا حذاء المعلم الكسائي. لا. على رأسه. سيادتك يا اخي يا اخي سيادتك اللي في جيبك ده شعر. كلام عريض. لحظه استاذ صلاح بس يا جماعه. سيادتك اللي في جيبك ده شعر. استاذ محمد انتوا حضراتكم يعني سوري احنا اسفين بس هذا هو الحديث. اساتذه اوكي اصلا بتكلم في الاصلاح. ممكن اسرد نقطتين. نقطه ما تكلمش على المدرس لما نتكلم على الاصلاح. نقطه نظام في الحديث يا جماعه. نقطتين ما من ضمن الاصلاح. نقطه نظام في الحديث. لما نيجي بقى نقول اصلاح الدروس الخصوصيه هنقول لك بقى تعالى هات حضرتك مربي فاضل ما ينفعش كده. نسمع بعض استاذ احمد عندي سؤال واحد بس قبل ما تبدا بطرح النقطتين لانك في الغالب طرحت نقطه منها. حضرتك بتقول ان المقابل المادي او المرتب يعني بتاع المدرس غير كافي ما يعيشوش صح؟ هقول لك هسالك انا سؤال صح. لو فرضنا انه النهارده جت الحكومه قالت احنا هنرفع الراتب للمعلمين هتتوقف عن الدروس الخصوصيه؟ لا هي دي دروس خصوصيه. انا بطبيعه الحال انا ما اجنيه من ثمار الدروس الخصوصيه لو الوزاره وفرت لي هذا المرتب مرتب محترم اعيش بيه انا هتعب نفسي في الدروس الخصوصيه ليه؟ انا هقعد اربي اولادي يعني في مسؤوليات واعباء تانية عليا تجاه اولادي هقعد هريح. يبقى معالي الباشا اول نقطه في الاصلاح زي ما ردتش على سؤالي على فكره. ايوه لو لو المرتب اعلى اضعاف اضعاف اللي بتاخده دلوقتي سيتوقف. يغنيك عن ما تتقاضاه في الدروس الخصوصيه هتتوقف عن الدروس الخصوصيه طبيعي لا. هتتوقف طبيعي يبقى هنا الموضوع مرتب مش موضوع ان انا عايز اقوي طالب لانه مش بياخد ما يستحقه في المدرسه. لكن اذا لجأ ليا الطالب وانا عندي وقت يسمح ان انا اديله وافيده هديله هفيد. انت لسه بتقولي لو المقابل المادي بقى كويس خلاص مش هتدي دروس. طبيعي انا المشكله وانا بستاذن استاذ احمد ان احنا لا نتحدث علميا. العقد الاجتماعي الذي تسير عليه كل دول العالم التي تقدمت. العقد الاجتماعي لما حطوا جان جاك روسو ما كانش تهريج، هو كان واخده من قول النبي صلى الله عليه وسلم اعطي للاجير اجره قبل ان يجف عرقه. الانتماء لا يتولد لدى الانسان ويرتبط بارض إلا إذا شعر أنه يستفيد منها. هذه طبيعة فطرية موجودة في الإنسان. حتة إن أنا أقول إحنا كسرنا إحنا الانتماء يا جماعة إحنا نسينا إن تربويا لما أجي أعمل هدف إجرائي ما ينفعش أقول أن أزيد انتماء الطالب الى الوطن. ده كده علماء التربيه يعملوا لي عليه ايه؟ لا خلي النقطه دي بس عايز اكرر نفس السؤال. اكمل انا احنا اتكلمنا استاذ احمد ماشي ثواني بس الصلاح سؤال. لو المرتب يغنيك عن الدروس الخصوصيه هتدي دروس خصوصيه ولا مين لا؟ مين اللي عايز يقعد في الشارع لحد الساعه 12؟ يعني مش هتدي دروس خصوصيه. انما في حاجه في حالات انسانيه المعلم كالطبيب بالظبط كالمحامي هي دي النقطه اللي بنتكلم فيها. ان قد يكون ما هنا حضراتكم رد حضراتكم بتقولوا لي لا مش هندي دروس خصوصيه ولكن طبعا عايز ولكن ده معناه ان هتدي دروس خصوصيه. لسبب هناك فروق فرديه. انا بسال سؤال اذا هتستمروا في اعطاء دروس لا 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 حضراتكم احد الاسباب الثانيه اللي بتدوا بسببها دروس خصوصيه انه دي رغبه اولياء الامور. لا لا المساله مش كده خالص. انت قد تجد طالب يحتاج بالفعل
الى وقوف معلم. يبقى الموضوع مش 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 فلوس مش مساله ماديه. يبقى الموضوع مش ماديه. خلونا بس نسمع من الوزاره. على فكره في الدكتور عماد اكلاشيهات بتتحط يقول لك ايه اصله بيتفق مع المدير. طب والله احنا عندنا مدير بيجي المدرسه الساعه 5 ونص الصبح تعبنا لما نطلع عيننا. طيب مش كله ماشي. طيب معانا دكتور عماد الوسيمي رئيس قطاع التعليم العام بوزاره التربيه والتعليم. دكتور عماد مساء الخير. اهلا بسنور يا فندم. اهلا بحضرتك اتفضل يا فندم. الوزارة لها خطة لمكافحة الدروس الخصوصية. الخطة دي تتمثل في الآتي حضرتك. أولا عودة مجموعات التقوية للمدارس بحيث يكون بالتدريس في هذه المجموعات أفضل المعلمين في التخصصات المختلفة الموجودين في المدرسة بناء على اختيار الوزارة يا فندم؟ أيوة يا فندم. بناء على إيه برضو؟ اختيار الطالب. إن أفضل المعلمين الموجودين في المدرسة اللي الطلاب عايزين ياخدوا عندهم دروس أو عايزينهم يدوهم في الفصول بتاعتهم هم اللي هيدرسوا في هذه المجموعة. دكتور عماد وإيه مقاييس أفعل التفضيل عند حضرتك؟ هل مقاييس يعني أفعل التفضيل ترتبط بخبرات طبعا في معلم معروف إن ولا ترتبط بإيه بالظبط؟ هنسمع نعم. قد يكون هنسمع المعلم صلاح. طيب اتفضل دكتور عماد. أيوه حضرتك. ومعالي الوزير قرر إن هؤلاء المعلمين يحصلوا على حوافز ومكافآت ليهم تصل إلى حوالي 90% مما يدفعه الطالب. طب كويس بس حضرتك معلش برضو ما ردتش على التساؤل اللي طرحناه واللي برضو طرحه تاني أستاذ صلاح. كيف سيتم اختيار الأفضل بناء على إيه؟ ده بناء على اختيار الطالب. أنا شايف كطالب من وجهة نظري إن المعلم سين أفضل من المعلم صاد. طب توقيتها أنا المعلم سين توقيتها يا أستاذ عماد اختيار الطلاب. طيب تعتقد يا دكتور عماد انا النهارده طالب واخترت باخد حصتي مع المعلم صاد واخترت انه سين هو اللي يديني في مجموعه التقويه في المدرسه ده مش هيعمل ضغينه ما بين الاساتذه ما بين سين وصاد؟ لا ولا يعمل ضغينه ولا شيء. مفيش مشكله. في نقطه بقى اهم لحظه اسمع بس بقيه المنهج وهديكم فرصه تساله. طيب يبقى ده الجزء الاول وفي مقابل مادي للاساتذه اللي بيدوا دروس تقويه في المدرسه. حوافز او مكافآت ليهم هتصل الى حوالي من 85 ل 90% من اللي بيدفعه الطلاب للمدرسه. تمام. ده اول اجراء. ايه الاجراء الثاني؟ الاجراء الثاني تطوير القناه التعليميه التابعه للوزاره. بحيث تتضمن هذه القناه او القنوات التعليميه فترات حيه تفاعليه بمعنى إن المعلم بيقوم بشرح الدرس على الهواء وفي نفس الوقت يمكن لأي طالب على مستوى جمهورية مصر العربية إن هو يتصل بهذا المعلم تليفونيا للاستفسار عن أي جزئية لم يفهمها في الدرس. دي إجراء تاني. القناة دي طبعا هيحصل لها عملية تطوير برضو من حيث إيه حضرتك عودة مسابقات أوائل الطلاب بين طلاب المدارس المختلفة ومنح طلاب المدارس الفائزة أو المدرسة الفائزة مكافآت قد تكون مادية أو معنوية وما إلى غير ذلك. تمام. طيب ده عشان حضرتك تسد الفجوة اللي بتمتلأ من خلال الدروس الخصوصية. على الناحية التانية إزاي هنحد من الدروس الخصوصية والمراكز اللي موجودة يعني بتدي دروس خصوصية؟ أنا برضو هكمل حضرتك. قيام المعلمين المتميزين الذين يدرسون في المراكز التعليمية اللي الطلاب بيروحوا لهم دول هنجيبهم في هذه القناة بحيث هيقوموا بالتدريس بدل ما الطلاب كانوا بيروحوا لهم ده هم هيجوا لهم من خلال القناه التعليميه. وايه اللي هيخليه يجي لحضرتك وهو مش هياخد مقابل مادي من القناه دي؟ نعم. ايه اللي هيخليه يجي لحضرتك اذا كان مش هيبقى فيه مقابل مادي من خلال هذه القناه؟ مين اللي لا المعلم هياخد مقابل مادي. يكفي في مقابل اللي بيتقاضاه من الدروس الخصوصيه؟ هيكفي طبعا وبالاضافه للدعايه اللي هياخدها من خلال عمله في القناه. الدعايه عشان يدي دروس خصوصيه. كل ده هيعوضوا عن اللي هو كان بيديه دايره مفرغه. مش كاتش. طيب دعايه هتخليه في الاخر يروح له طلبه اكتر في المركز بتاعه عشان ياخدوا دروس خصوصيه. مش شايف كده؟ احنا جايبينهم له يعني جايبين المعلمين دول في القناه التعليميه بتاع الوزاره. يا دكتور ريحنا واعملها خاصه من الاول لان احنا بنلف في دايره مفرغه. يعني احنا العربه قبل الحصان ولا الحصان قبل العربه؟ البيضه قبل الفرخه ولا الفرخه قبل البيضه؟ يعني ريحونا وخلي لها حل مباشر اكتف مباشر. دكتور عماد. ايوه يا فندم. اتفضل يا فندم. برضه بالاضافه الى ذلك الوزاره اعدت مناهج تفاعليه. ما بيردش. مناهج تفاعليه في خاصه في المواد العلميه والمواد غير العلميه ايضا يعني زي التاريخ والجغرافيا. المواد العلميه زي الكيمياء والفيزياء والبيولوجي. طيب. هذه المواد تم
وضعها او الانتهاء من اعدادها بصوره تفاعليه، بمعنى طالب بيعمل تجربه معينه مثلا دكتور عماد كانه بيجري التجربه فعلا عن طريق الفيرشوال لاب اللي هي بنسميها المعامل الافتراضيه. بص يلاقي مثلا في غاز يتصاعد، يجد ان الغاز يتصاعد، الطالب ممكن يعمل التجربه بنفسه من خلال كل ده هيبقى موجود على موقع الوزاره. طيب وفي نفس الوقت يا دكتور عماد هيكون في تحرك لغلق المراكز بتاعه الدروس الخصوصيه؟ والله يعني هو لحد الان لسه لم يتخذ ضد المراكز دي اي اجراءات. بس كان وزير التربيه عفوا وزير التنميه المحليه وزير التنمية المحلية وجه المحافظين بان هم يغلقوا كل هذه المراكز. في بعض المراكز في اوامر لهم بكده، فبالتالي هيبتدي الحد من هذه المراكز ان شاء الله. طيب لحظه بس هندي فرصه كده في عجاله سؤال اسال الاستاذ عماد. اتفضل يا استاذ عماد بعد اذن حضرتك. دكتور عماد معاك. دكتور عماد بعد اذن معاليك يا باشا. اتفضل. توقيت المجموعه المدرسيه في المدارس اللي هي فترتين هتبقى امتى؟ ده بتبقى في ايام العطلات الدراسيه يا استاذ. يعني هتبقى يوم الجمعه او يوم السبت. طب الطالب اللي عايز ياخد اربع او خمس او ست مواد او عايز ياخد في المواد كلها ده مش هي... الطالب اما بيجي لك في السنتر يا استاذنا العظيم مش بيجي لك من الساعه 10 للساعه 10 بالليل. يا سيدي الفاضل ممكن تسمعني؟ ممكن تسمعني؟ اتفضل. بقول لمعاليك دلوقتي الطالب اللي بياخد في خمس ست مواد هل ده مش هيبقى فيه تضارب في المواعيد بينه وبين المدرسين؟ يعني في نفس التوقيت اللي هياخد فيه رياضه ممكن يكون متضارب مع مدرس الانجليش في جدول محطوط في هيبقى فيه تنظيم المواعيد هيبقى فيه تضارب لان احنا مرينا عمليا بقى. طيب ما دكتور عماد احنا مرينا عمليا بالمشاكل دي. هيبقى فيه تنظيم للمواعيد يا استاذ العظيم. تنظيم مفيش تضارب على ارض الواقع. انا شايف ان كل اللي احنا بنقوله ده مجرد. لا عندك سؤال لدكتور عماد. السؤال انا بسال دكتور عماد مباشره. حضرتك بتقول ان هذا الكلام للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، أليس هذا صحيح؟ طيب أليست المجموعات هي وجه مقنع للدروس الخصوصية؟ هي أيضا وجه مقنع للدروس الخصوصية. اتفضل يا دكتور عماد. المجموعة ب 20 ل 25 جنيه، أنت حضرتك بتاخد في الحصة كام؟ أقل من ذلك. أنت بتاخد أقل من ذلك؟ نعم أقل من ذلك. لا يا أستاذي. لا يا أستاذ. لا لأن دي أكلاشيهات حضرتك بتتقال ومبالغات كبيرة جدا. مبالغات كبيرة جدا. خلي بال حضرتك. لحظة يا جماعة. المجموعة اللي هي من بقول لحضرتك من 20 ل 25 دي بياخدها في أربع أسابيع. يا دكتور حضرتك من 20 ل 25 طالب أصبحت فصل. يا أستاذي العزيز أنا لن أقارن بدول أوروبية، أنا هقارن بدول خليجية اشتغلنا فيها. حضرتك في السعودية الفصل ما بيزيدش عن 16 طالب أو 14 طالب، يبقى اللي حضرتك بالطالب أن يكون مجموعة مدرسية ده فصل في المفهوم العالمي أو المفهوم التربوي. طيب. ده أصبح فصل. لحظة يا أستاذ صلاح. اتفضل يا دكتور عماد. نعم اتفضل. رد حضرتك عليه ايه؟ انا بقول له حاجه، هو حضرته في السنتر هل بيدي ال 14 و 15 طالب؟ لا لا اكتر من كده طبعا. ما بنديش في سنتر يا دكتور. طالب في السنتر ما بنديش. مش كل المدرسين بيدوا في سنتر. كل المدرسين بيدوا في سنتر. ما بنديش في سنتر. الدرس الخصوصي بتدي ال 14 و 15 ازاي؟ ما يبقاش برايفت اصلا. بتدي كام واحد؟ يعني لو افترضنا ان المدرس هيدي خمس او ست طلاب في الدرس الخاص. خمسة ستة؟ خمسة ستة. تفتكر مش أكتر من كده. الأساتذة كلهم بيعملوا كده؟ طبعا. أصل في حاجة الطالب دلوقتي أصبح اللي الدكتور عماد مش واخد باله منه إن الطالب أصبح بيفر من نظام المجموعات الكبيرة ال 80 ده ليه؟ طب ما هو في المدرسة بياخد نفس الكلام. طيب. لا. لحظة هل احنا عايزين إصلاح تعليمي؟ عندك سؤال دكتور عماد؟ دكتور عماد كان في الحصص التخيلية اللي كانت بتعملها الوزارة على موقع. نعم في حضرتك؟ الحصص التخيليه اللي كانت موجوده على موقع الوزاره اللي كانت موجوده في معامل. انا عندي معامل نت في المدارس كتير جدا وكان في المفروض الطلبه بتخش الحصص دي. هل هتعادل الحصص التخيليه تاني لجذب الطلبه؟ انا مش فاهم يعني ايه حصص تخيليه. كان في الموقع التعليمي للتربيه والتعليم. ايوه الموقع ده كان بيجي حصص تخيليه. ده هيبقى عليه موقع الوزاره. انا لسه كنت هكمل من ضمن الاجراءات. ان في دروس معده بجدول محدد نموذجيه بيقدم هذه الدروس افضل المعلمين الموجود على مستوى الجمهوريه والترشيح من الساده مستشاري المواد الدراسيه المختلفه. هؤلاء الاساتذه بيقوموا بتدريس دروس نموذجيه في مختلف المواد الدراسيه وترفع على موقع الوزاره. يمكن للطالب الرجوع لهذه المواقع او لموقع الوزاره
بالاخذ الاطلاع على هذه الدروس تمام. في اي وقت يشاء. تمام شكرا يا دكتور عماد، خليك معانا لحظه. اخر سؤال استاذ محمد، احنا عايزين لا قبل بس ما نتناقش عندك سؤال للدكتور عماد. يا دكتور عماد نعم، ليه ما تخليش وظيفه المعلم وظيفه حره؟ عايز يعمل سنتر يطلع يرخص ويسيب التربيه والتعليم خالص لغيره، وتضعفوا مرتباتهم في المدارس. والله حته المرتبات دي مش في ايدي ولا في ايد معالي الوزير، دي خاصه بتخضع للوائح وقوانين الدوله. ما احنا هنقول هنقول ازاي نجيب المصدر الدخل الفرق بين مرتب المعلم دلوقتي وزيادته، هنقول تيجي ازاي بدون ما نكلف الدوله. هو بيسأل على فكرة بس يا دكتور عماد، ان النهاردة المدرس اللي هيدي درس خصوصي خلاص ما يبقاش بيدرس في المدرسة، ويسيب مكانه لواحد تاني، يسيب مكان ويبقى معلم حر ورخص سنتر ويدفع ضرائب للدولة. والله هو حر بس ده يعني هيرجع عليه في الاخر. ما انت هتلاقيهم يرجعوا لك تاني، يرجع على طول يقدم، هتلاقيهم يرجعوا لك تاني الوزارة. ايوه هتلاقيهم يرجعوا لك تاني الوزارة. احنا من ضمن الخطه بتاعتنا ان احنا نحاول نتحكم في السناتر، بمعنى ايه مش نتحكم فيها يعني نضرها ولا لا، هنطلع على ما يقوم المعلم بتدريسه في هذه السناتر، دي حاجه. الحاجه الثانيه هنشوف مؤهلات الساده المعلمين اللي بيدرسوا في هذه السناتر، هل هم مؤهلين تربويا ولا لا؟ الله ينور عليك. مش متخصصه وغير مؤهله بتقوم بالتدريس في هذه السنه، غير مؤهلين. طيب دكتور عماد بس سؤال اخير بعد اذنك دلوقتي، ما تم اقراره مؤخرا بانه في 10 درجات للسلوك والانضباط داخل المدارس للطلبه، كان معانا مدام جيهان وبتقول ان بنتها بتروح تحضر الحصص وبيكتب لها غياب في الاخر، هل هناك رقيب على هذه المنظومه ولا مفيش؟ احنا في متابعه مستمره على المدارس، كل يوم في متابعه على كل المدارس المرحله الثانويه وخاصه في الصف الثالث. وحضرتك النهارده لو بصيت في الدفتر ولقيت انه الطالبه سين مكتوبه غياب في كل الحصص او في حصه ما على مدار الاسبوع اللي فات وهي كانت بتحضر، هتوصل للمعلومه دي ازاي؟ احنا بدانا هنطبق الكلام ده بدءا من بكره. ايوه انا سؤالي بس الاسبوع اللي فات حينما يتم التطبيق للمتابعه ازاي هتكتشف ان الطالبه سين اللي مكتوبه في الدفتر ان هي غايبه ما كانتش غايبه؟ ايه الاليه يعني؟ في عندنا غياب الكتروني بيوصل لنا يوميا من المدارس لموقع الوزاره، ده يوميا. بالاضافه الى ذلك هيمكن لولي الامر ان يطلع على غياب ابنه بالدخول من خلال الدخول لموقع الوزاره. وبعدين ايه الاليه بقى اللي ولي الامر يتبعها عشان مدام جيهان تتبعها عشان تبلغ انه بنتها بتحضر وبتكتب غياب؟ تخش على موقع الوزاره وتكشف عن غياب بنتها، هتبص تلاقي كم مظبوطه ما غايبه او حاضره ولا لا. ايوه ما هي دخلت ولقت ان بنتها مكتوبه غياب وبنتها كانت بتحضر، تعمل ايه بقى عشان تجيب حق بنتها؟ هنبدا التنفيذ الالي وحساب الطلاب على الغياب بدءا من باكر ان شاء الله. المشكله في المدارس الخاصه واضح انه لسه ال 10% يا استاذ رامي، المشكله في ال 10 درجات دي يا استاذ رامي، ال 10 درجات معنا لحظه يا استاذ دكتور عماد، ال 10 درجات ديت معظم المدارس الخاصه اللي هي ليها باع هتديها للطلبه عندها، عشان بالتالي ازود عدد القبول عندي وفي نفس الوقت وهكذا. ايه راي حضرتك في الموضوع ده؟ المدارس الخاصه والمدارس الحكوميه سواء هما الاثنين بيخضعوا للمراقبه والمتابعه المستمره من جانب الوزاره. طب حضرتك يا دكتور عماد بتثق في المتابعه والمراقبه؟ لا مدارس خاصه طبعا، ده احنا عندنا الى اي مدى في الوزاره على اعلى مستوى بقياده طيب. الاستاذ احمد حسن اللي موجوده على اعلى مستوى دي، ليه المنظومه دي ما اكتشفتش غياب 82 استاذ في المنيا واللي اكتشفهم وزير التربيه والتعليم خلال الزياره؟ ما هو ده بقى حسب المحافظات اللي احنا بنزورها، احنا هنزور المحافظات باستمرار على مدار العام الدراسي. يا فندم مش بتقول لي في منظومه زي الفل 100 فل 14 للمتابعه والمراقبه؟ ده بقى اللي يسال عنها اللي هم المسؤولين عن المتابعه في محافظه المنيا، لان كل محافظه فيها مدير اداره ولجنه متابعه العامه قسم خاص بالمتابعه، وفي متابعه المتابعه دي تسال عنها بقى المسؤولين في محافظه المنيا، وقد يكون يا دكتور عماد نعم دكتور عماد. ايوه يا فندم بعد اذن حضرتك، هو موضوع ال 10 درجات ده هيطبق ولا مش هيطبق؟ لا هيطبق، ده طلع بيها قرار وزاري خلاص، ما ده بلا عوده وبلا رجعه يعني هيطبق. اه طبعا. طب اسال حضرتك سؤال، دروس خصوصيه اتفضل. دلوقتي موضوع ال 10 درجات ده، هل حضرتك شايف ان هو مش ممكن يفتح باب فساد تاني للمحسوبيه والمجامله وما الى ذلك؟ ونخش في قصه ثانيه، مفيش محسوبيه ومجامله حضرتك، لان اللي هيقوم بوضع هذه الدرجات
ليست معلم واحد فقط، ده هيقوم بيها اربع او خمس اشخاص، سبعه سلوك، ثلاثه مدير المدرسه، وكيل المدرسه، اقدم المعلمين، الاخصائي الاجتماعي، كل دول هيقوموا بيها. ده ثلاثه سلوك وسبعه غياب، يعني هيقوموا بوضع هذه الدرجات طبعا. فبالتالي استحاله الاربعه هيكونوا بيجاملوا طالب على حساب الاخرين. اتمنى يا دكتور عماد، انا ادام حضرت حضرتك انا عايز ابقى ضامن الدرجات بتاعتي، يبقى خدت وما عملتش اي مشكله في المدرسه هاخد ال 10 درجات. انت عندك 10 درجات هديه ليه؟ مش هيزعلك في حاجه. والحاجه الثانيه انا يعني طيب، يعني طيب بالنسبه على العموم، على العموم يا دكتور عماد، على العموم يا دكتور عماد انا بشكرك شكرا جزيلا. وفي الاخر اي آلية او اي قرار جديد بيتم اقراره بيبقى ناتج عن بحث المفروض وتوقعات عن الى اي مدى المنظومة دي او القرار ده هيضبط العملية التعليمية. خلينا نجرب ونشوف، ولو كان القرارات دي ملاش اي لازمة او زودة المحسوبية زي ما استاذ احمد بيقول، اعتقد انه المسؤول عن اقرارها يتحمل مسؤولية ذلك. هل في فكر لدى الوزارة لمحاربة الدروس الخصوصية؟ بس يعني دكتور عماد الوسيمي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم بشكرك شكرا جزيلا. بتقول يا استاذ محمد هل في فكر في الوزارة لمحاربة الدروس الخصوصية؟ كنت اساله بقى الدكتور عماد، هو قال المنظومة هتبقى ماشية ازاي؟ المسألة خلاصتها انه لن ينصلح المسألة، احنا مش جايين نتكلم عن دروس خصوصية مع او ضد، وكأن لب العمليات التعليمية هي المسألة. هل الدروس الخصوصية ندور بقى على الإصلاح؟ اسمعني يا سيدي، اعطني فرصة كي اكمل فكرة، اعطني فرصة كي اكمل سريعا عشان وقتنا أزل الفكرة وبسرعة. ان عقلية الموظفين، عقلية الموظفين والموظفين الكبار والموظفين القدامى لا تصنع أمة تتقدم. في شركة ميتسوبيشي اليابانية وجدوا أن مبيعاتهم انخفضت، السبب أن موظفينهم كانوا كبارا في السن. صاحب الشركة جاء بموظفين خريجي جامعة لا يزيد سنهم عن 20 سنة حتى يكون هناك ابتكار. تمام. طول ما مشينا بعقلية الموظفين وعقلية الكبار علينا أن نعرف أننا لن نتقدم. طيب دي وجهات النظر المختلفة، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. احنا في الآخر من هذه الفقرة ما كناش بنحاول نقول ان الدروس الخصوصية وحشة ولا كويسة، كل واحد يعني ليه الحرية المطلقة بعد هذه الحلقة النقاشية ما بين مؤيد ومعارض ووجهات النظر المختلفة حتى من خلال مداخلات السادة الكرام، كل واحد هو اللي يكون وجهة نظر ويشوف هل الدروس الخصوصية أصلح للطلبة والطالبات ولا غير صالحة وبتدمر المنظومة التعليمية. بعد الفاصل نلتقي مع حضراتكم ونبدأ فقرة الشكاوى، وهنبدأها بالشكوى اللي أشرنا ليها في البداية، هو مرض مصاب به أحد الأطفال. قد يغفل البعض عن إصابته أو إصابة أنجاله أو من حوله بنفس هذا المرض، ويستحق المتابعة من حضراتكم. نلتقي بعد الفاصل.